سعدتم اوقاتا مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه اليوم من برنامجكم مدار الاسبوع، حلقه جديده لابرز المواضيع السياسيه والبرلمانيه والثقافيه والى ابرزها. الإدارة الأمريكية تنوي عرض خطتها للسلام المعروفة بصفقة القرن بعد شهر رمضان، صفقة تقدم رؤية أمريكية جديدة كما قيل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فواشنطن بين ماضي مساعيها ورعايتها للسلام وحاضر إعدادها صفقة أخرى للمنطقة. المؤسسة العسكرية تبسط سيطرتها في أحداث الجزائر، ليبيا والسودان، دول شهدت ربيعا وانقلابا عسكريا على الحكم، وأخرى شهدت تماشيا عسكريا مع مطالب الشعوب المستاءة. في المدار البرلماني، الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم حزب الليكود بتشكيل الحكومة القادمة، وقانون التجنيد للمتدينين على رأس أولويات الائتلاف الحكومي القادم. وفي المدار الثقافي، 53 عاما على إنتاج الفيلم الإسرائيلي في ظل العمالقة، فيلم لاقى غضبا من قبل الجمهور الإسرائيلي على الرغم من تبنيه الرواية العبرية. وفي شخصية الأسبوع، في أعقاب التحركات التي قام بها الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس، المشير خليفة حفتر عسكري ليبي كان رفيق العقيد السابق معمر القذافي في الانقلاب على النظام عام 69، وشارك أيضا في العمل العسكري والسياسي لإسقاط الرئيس السابق. لازالت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من خصامها مع السلطة الفلسطينية، لازالت تتحدث بشكل رسمي وعلني عن عرض قريب لصفقتها للسلام والتي سميت صفقة القرن. عامين ونصف والإدارة الأمريكية تسعى جاهدة لحشد تأييد عربي لصفقة قيل إنها اقتصادية بامتياز، بوادرها لم تكن إيجابية على الإطلاق، لا على الفلسطيني ولا على العربي القريب. إدارة قالت إنها درست مساعي السلام السابقة وجاءت بصفقة جديدة على الأطراف المعنية ليقدموا بدورهم تنازلات. فما هي بنود هذه الصفقة لإدارة لطالما عملت وسيطا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين واختلفت خططها لتحقيق السلام؟ فرعاية أمريكية بدأت منذ أوسلو وتعاقبت على سنوات المفاوضات وفشلها. هل تفلح صفقة القرن المزمعة في إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث فشل الآخرون؟ أم ستغدو كسابقاتها من المحاولات الأمريكية لإرساء السلام بين الجانبين، جملة عابرة على هامش تاريخ الصراع المستمر، خصوصا بعدما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية الأخيرة من توجه واضح للإسرائيليين نحو اليمين، وبقاء الفلسطينيين على جمودهم يجاهرون بلاءات تاريخية تعتريهم أحلام مفتئت إسرائيل بقضمها رويدا رويدا، محولة واقعهم المرير لواقع أمر. مؤتمر مدريد للسلام ومن بعده أوسلو استبشر بهما الفلسطينيون بقرب حل قضيتهم، مع اعتراف إسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لهم. وكانت الرعاية الأمريكية الفعلية الأولى في عهد الرئيس كلينتون، وكان لدهاليز أوسلو ما لها بعد اغتيال رابين وصعود اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو الذي اتخذ نهجا مغايرا، ولم تفضي محادثات واي ريفر الأولى والثانية لانفراجة في العلاقات المتوترة وتنفيذ الاستحقاق المنتظر، وكذلك محادثات كامب ديفيد في بداية الألفية. تفجر الانتفاضة الثانية وتبدل الرئاسة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش الابن، وانتقال الثقل في الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى الحرب على الإرهاب بعد 11 سبتمبر، أدخل العملية السلمية في حالة جمود تبعها رحيل الرئيس عرفات بعد حصار إسرائيلي مستمر. مجيء عباس وتولي إيهود أولمرت الحكم في إسرائيل أفضل محادثات أنابوليس في نهاية حقبة بوش الابن في البيت الأبيض، التي انفضت دون أن تفضي لحل بالرغم من تقارب الطرفين. مجيء الرئيس أوباما حرك العملية التي ما لبثت أن تعثرت أمام تعنت نتنياهو الذي استبدل أولمرت وتحججه بمشاكله الائتلافية. رحل أوباما وحل مكانه ترامب، فيما بقيا نتنياهو وأبو مازن في سدة الحكم. حصل الأول على حظوة فيما يبحث الآخر عن قول كلمة حق بحسبه لدى سلطان جائر.
حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو دكتور يوسي بيلن الوزير الإسرائيلي الأسبق. مرحبا بك معنا دكتور يوسي. وينضم إلينا عبر سكايب من رام الله القيادي الفلسطيني سيد جمال زقوت. مرحبا بك معنا سيد جمال. دكتور يوسي أبدأ معك في هذه القضية، عن ماذا تتحدث الإدارة الأمريكية بأنها تملك صفقة جديدة نوعا ما، رؤية أمريكية جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ ما الذي يمكن أن تتضمنه هذه الصفقة بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية طيلة سنوات عديدة راعيا للعملية السلمية بدأت منذ مفاوضات أوسلو كامب ديفيد وصولا إلى أنابوليس وما بعد ذلك أيضا خطة كيري؟ كمات أف أحد لا يدع ما يشلهم، لا أحد يعرف ما بشعبتهم. كانت هناك مسودتان، الآن نحن نتحدث عن ثالثة. في البداية تحدثوا عن شراء الفلسطينيين بالمال، بالكثير من المال، وعدم ذكر كل القضايا الكبيرة. ونحن لا نتحدث عن مال أمريكي، نحن نتحدث عن مال خليجي، وأن يكون الفلسطينيون مبسوطين من المال العربي. فهم الجانب الأمريكي أن هذا لن يتم، وهكذا ما قال له أيضا العرب أنهم لم يستطيعون أن يدعموا هذه الخطة. الآن هناك خطة ثالثة لا تذكر الدولة الفلسطينية، ولكنها لا تمنع إنشائها. هناك أبعاد اقتصادية وسياسية لهذه الخطة. أنا استمعت وتحدثت مع أناس سمعوا الخطة. أنا لا أدعي معرفتي الكاملة بالخطة، ولكنني لا أعتقد أنها موجودة الحقيقة. هذا الإرجاء في البداية، ترامب قال بعد عدة أشهر، وهذا قاله قبل نصف عام، ثم قالوا بعد الانتخابات في إسرائيل، بين الانتخابات وإنشاء الحكومة، لكي تنشأ حكومة حول الخطة، ولم يحدث أي شيء من هذه الأمور. كلام فارغ. والآن يقولون ليس بعد الانتخابات ولكن بعد تشكيل الحكومة، تنشأ الحكومة الجديدة. الآن يقولون هناك رمضان، هل سنعرض الخطة في رمضان؟ سننتظر إلى بعد رمضان، وأعتقد أن بعد رمضان سيكون الأمر بعد الانتخابات في أمريكا في نهاية العام 2020، ما يعني أنه لن تكون هناك خطة. هناك سبب آخر يقلل من احتمال عرض الخطة. في البداية تفكير نتنياهو كان يكمن في أن ترامب يريد صفقة القرن ويريد النجاح حيث فشل الآخرون. لا مفر لدي بعد أن قدم لي كل هذه الهدايا. سيجلب ترامب خطته وسأقول أن فيها إيجابيات، هناك أمور لا نستطيع أن نقبلها، ومن خلال الإيمان أن الرئيس الفلسطيني سيرفضها سيقول نتنياهو أنا أريد أن أصل إلى السلام، ولكن الفلسطينيون يرفضون ذلك. هذه خطة نتنياهو. الآن لبنيامين نتنياهو ائتلاف مع حزب جديد، اتحاد أحزاب اليمين، الذي يرفض حتى فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني. بقي نتنياهو بلا شيء. إذا ما قال أنه مستعد لبحث الخطة الأمريكية سينهار ائتلافه. وما تبقى لنتنياهو هو أن يطلب أن يتوسل لترامب لكي لا يعرض خطته، وسننتظر إلى المستقبل. سيد جمال أنتقل إليك. الفلسطينيون طيلة سنوات عديدة أرادوا أن يكون هناك حل للدولتين. كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا دائما للعملية السلمية، مفاوضات مشتركة مع كل الإدارات الأمريكية، زيارات هنا زيارات هناك، ولكن حتى منذ أوسلو وصولا إلى اليوم حتى الخطة التي كانت مقبولة على الطرف الفلسطيني لم تنجح. بوادر هذه الخطة أيضا غير مقبولة على الفلسطينيين. كيف يمكن قراءة هذا الواقع؟ يعني بداية أنا أعتقد تماما أن خطة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترامب ومبعوثيه المعروفين بانحيازهم لليمين الإسرائيلي تتلخص بنقطة جوهرية أو بنقطتين جوهريتين. أولا إخضاع إرادة الفلسطينيين لما يمكن أن تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيا إطلاق يد نتنياهو ليفعل ما يشاء. وفي هذا السياق أنا أعتقد تماما أن جوهر هذه الخطة أو جوهر الوصول إلى ما يسمى بهذه الخطة هو يشبه كثيرا قنبلة الدخان التي تجعل الجميع لا يرى شيئا وهي في الواقع غير موجودة، ثم يتلوها رشوات جرى الحديث عنها عبر ما يسمى بالخطة الاقتصادية. في الواقع أن ما يجري على الأرض بإطلاق يد اليمين واليمين المتطرف بإسرائيل
والتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح نجاح هذا اليمين بزعامة نتنياهو، يتلخص بإطلاق يده من أجل حسم قضايا الصراع لمصلحة هذا اليمين المتطرف كي يبقى في سدة الحكم في إسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب حل عقلاني يقوم على قاعدة إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير. حتى عندما كان هناك حكومات يسارية في إسرائيل، وكما ذكرت كانت هناك خطط نوعا ما مقبولة على الطرف الفلسطيني، لم يحل السلام في نهاية المطاف، ولم يكن هناك إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أيضا. نعم، هناك مشكلة حقيقية بأن المؤسسة السياسية الإسرائيلية حتى منذ توقيع اتفاق أوسلو وما بعد ذلك كانت مترددة في طبيعة يعني ملامح ما يسمى بالحل النهائي. وأنا أعتقد أن حتى رابين الذي كان الأكثر قوة في حماسه نحو الوصول إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين لم يكن يتصور كيف سيكون شكل هذا الحل، هل هو في إطار دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل أم في إطار شيء آخر. ولكن أنا أعتقد وبعد كل هذه المسيرة 25 عام مضى على أوسلو وفي مجملها لم تأتي سوى باليمين الإسرائيلي الذي يتربع على سدة الحكم، والسباق الانتخابي أظهر بأن الصراع هو حول التشدق بمن هو الأكثر يمينية ومن هو الأكثر استعدادا لإرضاء المستوطنين المتطرفين. أنا أظن أن الخطوة القادمة التي سيطلق يد اليمين الإسرائيلي وحكومة نتنياهو القادمة هي يعني بسط أو مد السيادة الإسرائيلية على مجمل المستوطنات الغير شرعية في الضفة الغربية. نعم. وبما يضع عقبات حقيقية أمام الاستقلال الفلسطيني. هذه الخطوة لن تكون ذو مغزى إذا الفلسطينيون وضعوا خطة حقيقية لمواجهة الاستعمار الاستيطاني. طيب سيزقوط ابقى معي دكتور يوسف، أنتقل إليك. نعم لحظة دكتور يوسف، أنتقل إليك من جديد. تحدثنا عن الخطط الأمريكية والمحاولات لرعاية عملية السلام أوسلو 93، 2000 كامب ديفيد أو آخر 2007 أنابوليس، ومن ثم خطة جون كيري. وإذا ما أردنا المقارنة أيضا والحديث عن صفقة القرن التي تحمل رؤية جديدة لربما رؤية اقتصادية، حتى أوسلو في نهاية المطاف لم تنجح على أرض الواقع، كل الخطط التي كانت مقبولة نوعا ما على الطرفين لم تفضي في نهاية المطاف إلى حل نهائي للصراع أيضا. انظر أيضا جمال زقوط، وأنا وقعنا على اتفاق آخر، اتفاق اسمه مبادرة جنيف. مبادرة جنيف هي ليست مبادرة متطرفة لا من وجهة نظر الفلسطينيين ولا من وجهة نظر الفلسطينيين، هي ليست رسمية لأنه وقع عليها ليس سياسيون، وحتى السياسيون الذين وقعوا على المبادرة لم يوقعوا بصفتهم كسياسيين. هذه المبادرة تتحدث عن دولتين وعن عاصمة فلسطينية في القدس وحل عادل للاجئين بلا أن يعود جميعهم إلى داخل إسرائيل. نحن أثبتنا أنه يمكن حل ذلك. تجربة طرف آخر أن يأتي ويطرح حلا، حتى وإن لم يكن ترامب، حتى لو وإن تحدثنا عن شخص أكثر عقلانية وحلول أخرى تم طرحها بشكل أحادي الجانب من قبل عناصر أخرى لم تفلح. الحل الوحيد هو أن يجلس الشعبان معسكراء السلام من الطرفين، وذن يفهم أنه يجب الوصول إلى حلول وسط لكن ليس حول الأسس، لأن الجميع يستطيع الحفاظ على الأسس دون أن يتنازل عن حلمه الوطني. الوزير الإسرائيلي الأسبق السيد والدكتور يوسي بيلن، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. شكرا موصول لك القيادة الفلسطيني سيد جمال زقوط، كنت معي عبر خدمة سكايب من مدينة رام الله. ما زالت المؤسسات العسكرية في الدول العربية والإفريقية تلعب دورا بارزا في صراعات شعبها مع الأنظمة المختلفة، فهي الجزائر وليبيا والسودان تشهد تدخلات للمؤسسة العسكرية في محاولة للسيطرة على حراك شعبي خرج في مسعى لتغيير رموز النظام. وعلى الرغم من وجود مفارقات بين ما يحدث في ليبيا والسودان والجزائر أيضا، إلا أن دور المؤسسة العسكرية يبقى خط الدفاع الأول أمام أي تأزم للأوضاع، فباتت المؤسسة العسكرية الآمنة
والناهي الأول والأخير، قرارات اتخذت تتعلق بإزاحة رموز في المؤسسة الرئاسية، فلماذا يحكم العسكر في بعض البلدان وفي أخرى لا يخرج الأمر عن سيطرته؟ النقاش بعد التقرير. إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لا صاحبها، وإني لا أرى الدم يترقرق بين العمائم واللحى. فهناك حتى يومنا هذا من يرى بأن الشعوب العربية لا تحكم إلا بالقوة وبحكم العسكر. فالولايات المتحدة ترى بهذا الحكم الأنجع والأنسب للدول العربية، فهي من دعمت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من بعد الانقلاب العسكري في مصر وأحداث يوليو 2013 بعد الاحتجاجات على حكم محمد مرسي التي أعادت المؤسسة العسكرية بعدها إلى سدة الحكم برئاسة السيسي. فمصر لها تاريخ يفوق 50 عاماً من حكم العسكر، والمؤسسة العسكرية في الدولة المصرية هي الأكثر انصهاراً وتشعباً في جميع مجالاتها، بدءاً بحكم محمد علي، مروراً بجمال عبد الناصر وأنور السادات، وانتهاءاً بعبد الفتاح السيسي. تتفاوت الدول العربية بطبيعة تركيبة الجيش فيها، فالمؤسسة العسكرية لا تقبل أي تهديد يمس وجودها ونفوذها، ولكن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في كل من الجزائر والسودان خلقت أسلوباً استثنائياً للمؤسسة العسكرية لتتماشى مع مطالب التحركات الشعبية. فالقادة العسكرية في الجزائر بقيادة الرئيس الفريق أحمد جايد صالح أخذت من الأسلوب الناعم طريقاً لعزل بوتفليقة، محاولة البحث عن حل عبر الدستور لتطفئ لهيب الشارع الجزائري بعد هيمنة النفوذ العسكري والأمني على الدولة منذ سنوات التسعينيات، وهي المرحلة الأبرز بعد توقف المسار الانتخابي في عام 1992 وفوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أما في السودان فقد عزل الجيش عمر البشير الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري على الصادق المهدي بعد ثورة الإنقاذ الوطني ووضعه في مكان آمن، وشكل المجلس العسكري الانتقالي. وهنا الحالة الاستثنائية السودانية بوجود انقلابين عسكريين، الأول ضد البشير وتلاه بفترة قصيرة انقلاب على وزير الدفاع عوض عوف ليحل بدلا له عبد الفتاح برهان. أما المشهد السياسي الليبي فهو الأشد احتداما بين الحكومة والمعارضة، إذ تسيطر عليه قوات حفتر المدعومة من الرئيس السيسي والمعترف فيها دوليا، والتي تحاول الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي السيد بنحس عنبري، مرحبا بك معنا سيد بنحس. ومن الأردن انضم إلينا دكتور إياد المجالي خبير الشؤون والعلاقات العربية، مرحبا بك دكتور إياد. سيد بنحس أبدأ معك، هناك من يقول بأن المؤسسة العسكرية أصبحت اللاعب الأبرز في الحياة السياسية في الدول العربية، كيف يمكن قراءة هذه المقولة تتبعا لما يجري من أحداث سواء في السودان أو في ليبيا أو حتى في الجزائر؟ هي كانت دائما المسيطرة، يعني كمان لما كانت أحزاب حكومات الأخيري العنصر العسكري كان من وراء الكواليس دائما. وسبب رئيسي أظن هذا يرجع لغياب طبقة وسطى في العالم العربي. فبغياب طبقة وسطى في العالم العربي ما فيش سند למוג'תמע מוסתקיר. לאן אנדק פי פקר מנחיה ופי אנדק רינה מומייז מנחיה אוכרה. ופי הווה, פי הווה. ולהווה הזה, הזה אונצור עד המסתקרר, ומן הון הג'ש לזם דיימא יתדחל כאונו אונצור יסבית על הסתקרר. فנחנו כמובן, זה מניחים להחזין, יעני כול הרבי לערבי בדה במהודו بموضوع اقتصادي اللي بدأ في تونس كموضوع اقتصادي، وبعدين تحول إلى موضوع إسلامي إخوانجي إسلامي. وهلا نحن نشوف أنه عودة للبداية، ولكن المرة هذه بدون العنصر الإسلامي، ولكن المجتمع مدني. الجيش بده يدخل كعنصر يعني يثبت الاستقرار، ولكن اليوم عنصر الخوف الجماهيري
تخاف ما فيش خوف ان الجماهير صار فهم اذا بالماضي تدخل الجيش كان يغب الناس اليوم لا يغب الناس فلسه هم موجودين في الشوارع نعم دكتور رياض أنتقل إليك عن أي تغييرات نتحدث فيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية شاهدنا هذه التدخلات في ليبيا في الجزائر في السودان وهناك من قال بأن هذه الجيوش أصبحت نوعا ما ضامن للديمقراطية تقف إلى جانب الشعوب وتحاول تغيير رموز النظام في نهاية المطاف كيف نقرأ ذلك أيضا؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام أود أن أجيب على تساؤلاتك في جانب مهم وهو أن أصل الجيوش في العالم أنها يقتصر دورها على حفظ الأمن والسلم المجتمعي من أي تهديد ممكن أن يخرج هذا المجتمع إلى حيز عدم الاستقرار الجيش في كل دول العالم وظيفته ومهامه مرتبطة بقوانين وأنظمة وتعليمات ودستور ضيفك أشار إلى الزوايا أعتقد أنه يعني أجاد في جزء منها لكنه خالف الصواب في ما يخص بعض ما ناقش في الدول العربية نعم الفقر أخرج الناس إلى الشوارع المعاناة أخرجت الناس إلى الشوارع الشعور بالاستبداد والمعاناة من حكم العصابات هو أيضا دافع إلى أن تخرج الناس إلى الشوارع في الأقطار العربية تحديدا وفي الدول التي تعرضت لرياح التغيير العربي منذ عام 2011 كانت يعني تغيرت وتبدلت أدوار الجيوش والعسكر في هذه البلدان وفي هذه الأقطار عن دورها التاريخي لتنتقل نحو حماية الأنظمة الحاكمة وأعتقد أنكم مارستم جزء كبير في حماية هذه الأنظمة إلى حد ما أود أن أذهب للإجابة على سؤالك في أن الجيوش استجابت إلى مطالب الشارع ومطالب جماهيرها وكان لكل جيش من هذه الجيوش وهذه الفئات من العسكر كان لها اعتبارات في مواقفها ترتبط هذه الاعتبارات أولا في طبيعة العلاقة بين الجيش ومؤسسة الحكم أو السلطة السياسية التي تحكم ايضا الاعتبار الاخر وهو التنشئه العسكريه لهذه الجيوش ايضا لطبيعه تشكيل الجيش ولثقافته طيب سأعود إليك بهذه النقاط دكتور اياد ابقى معي دكتور بنحس اعود الي من جديد دور الجيوش في المنطقة وفي العالم وفي الدول الغربية معروف فيما يتعلق بحماية السلم والأمن نشاهد في الدول العربية تدخل واضح من المؤسسة العسكرية في البداية والسنوات الماضية كان ضامن للمؤسسة الرئاسية وكان يسيرون على ذات النهج شهدنا نوع من التغيير بعد مطالب الشعوب تغييرات نوعا ما انقلابات عسكرية ولكن في نهاية المطاف بقيت المؤسسة العسكرية هي من تبسط سيطرتها في نهاية المطاف حتى على الحياة السياسية وتتدخل شاهدنا إنشاء مجلس عسكري في السودان شاهدنا أحمد قايد صالح في الجزائر أيضا نعم زي ما حكينا يعني بغياب 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 طبقة وسطى اللي هي تحمي اللي هي بتكون السند الرئيسي لحياة ديمقراطية طبيعية في هون فجوة يعني لازم تملى بشكل مشكال لو ما تملى ستكون فوضى آرمة ولكن لماذا تفضيل المؤسسة العسكرية سواء على مستوى الشعب أو بعض من أطيافها أو على مستوى الدول الغربية والدول العظمى التي تنظر بعين الاهتمام إلى ما يجري في الشرق الأوسط وفي البلدان العربية أيضا هناك تفضيل لدور المؤسسة العسكرية شاهدنا أحداث جلية أبرزها ما حدث في مصر أيضا لأنه جواب بسيط لأن بإيدها إصلاح هي ممكن تفرض إرادة يعني بغياب قوة مقابلة إلها ما فيش أي قوة تصمد أمامها الجديد أنه عنصر الخوف تغيب والناس اليوم مش خايفين من الجيش من هون علامة استفهام إذا العسكر ممكن يستمروا بالأسلوب القديم كمان بالمستقبل هون علامة استفهام ولكن بدون طبقة وسطى بيكون الجيش
الضامن الوحيد لاستقرار أي بلد. نعم دكتور إياد، أنتقل إليك من جديد. ذكرت قضية السلم المجتمعي، ولكن بذات النقطة التي سألتها للدكتور بنحس، في نهاية المطاف الجيوش دورة حماية الأمن والحدود، الجيوش في نهاية المطاف العربية تتدخل في السياسة بشكل أو بآخر، كما ذكرنا في بداية الأمر كان هناك تدخلات مع الأنظمة، كان هناك حماية للأنظمة، اليوم مع وجود حركات شعبية طال أمدها لربما كان هناك وجوب للتغيير، ولكن بقيت المؤسسة العسكرية ذاتها، أجرت تغييرات على مستوى أجهزة المخابرات، النيابة العامة، على مستوى الرئاسة، ولكن بقي الجيش والمؤسسة العسكرية على حاله. نعم هي حتى في بعض المراحل عملت على تعطيل الدستور. التجربة العسكرية في الأقطار العربية مختلفة من قطر إلى آخر. في تجارب كانت تجارب واضحة وناضجة كما هو الحال في تونس، وتجربة فاشلة كما هو الحال في ليبيا، لكن أمامنا تجربتين حقيقة والآن في المطبخ السياسي. المشهد السياسي الآن يتابع بحذر ما يحدث في كل من الجزائر والسودان. الجزائر المشهد فيه مختلف تماما عن باقي الأقطار العربية. هذا الاختلاف يكمن في تأطير دور الجيش أو العسكر التاريخي في بناء الدولة الجزائرية، كما أن المشهد جاء مختلفا في حراكه السياسي. فقد استجابت المؤسسة العسكرية الجزائرية إلى مطالب الجماهير الرافضة للعهدة الخامسة. أين قضية الطبقة الوسطى؟ الكل يعاني، الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، الكل يعاني من استبداد الأنظمة الشمولية. كانت المطالب واضحة في الجزائر نحو إصلاح سياسي حقيقي ورفض لاستمرار بوتفليقة بالحكم. المؤسسة العسكرية استجابت للمطالب الشارع الجزائري بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات. في البداية كانت تقف مع السلطة، لكن حينما زاد حجم الاحتجاجات وزاد الضغط الشعبي على السلطة السياسية استجاب القائد صالح. لكن هل يكفي ما تقوم به المؤسسة العسكرية في هذه البلدان فيما يتعلق بإنشاء مجالس عسكرية؟ طرحت هذه الفكرة عليك سيد إياد فيما يتعلق بأن التغييرات التي تقوم بها المؤسسات العسكرية في نهاية المطاف هي تقوم بإنشاء مجلس عسكري، وضع أشخاص عسكريين لمراحل انتقالية. هناك من قال بأن المرحلة الانتقالية في الجزائر 90 يوما، المرحلة الانتقالية في السودان أيضا ذكروا في البداية بأنها عامين، ولكن قالوا بأن سيتم التغيير في أقرب وقت ممكن. الحالتين مختلفتين ومتناقضتين على الإطلاق. الجزائر أعادت المؤسسة العسكرية إلى الدستور، إلى المادة 102 من دستور 2016، والتي تمنح رئيس مجلس الأمة قيادة المرحلة الانتقالية إلى 90 يوم يتم فيما بعد انتخاب رئيس جمهورية، وخلال هذه الفترة يقوم بإعداد حجم من الإصلاحات. في الجزائر الأمر مختلف، الانقلاب عسكري تكتيكي لتغيير نظام يعني لم يحقق إرادة الشعب السوداني. الشعب السوداني طلع جائعا فقيرا مستبدا من نظام مؤدلج سياسيا ليحقق مصالح أعتقد أنها ستكون إقليمية أكثر ما هي سودانية. طيب هذا يؤكد أن التجربتين مختلفتين. الجزائر فيها شعب ناضج واعي كما هو الحال بالسودان، لكن من يطبق، من ينفذ؟ نعم كما ذكرنا في البداية الأمور تختلف في السودان والجزائر وأيضا ليبيا، ولكن نسلط الضوء على دور المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف. دكتور بنحس، فيما يتعلق بما جرى في السودان، زعيم الانقلاب عبد الفتاح البرهان رضخ لمطالب تجمع المهنيين السودانيين، في الجزائر أحمد قايد صالح لمطالب قادة الحراك الشعبي في نهاية المطاف، عن أي تغيير نتحدث فيما يتعلق بمطالب الشعب وعدم تخوفه من المؤسسة العسكرية؟ وحتى هناك مظاهرات خرجت سواء في السودان أو حتى في الجزائر طالبت بتغييرات أيضا داخل المؤسسة العسكرية وفي المؤسسة العسكرية. يعني الفارق بين الجزائر وبين السودان أنه الجيش الجزائري يعني كان فرض عليه التدخل العلني، ومن كل تصريحاته وبياناته الظاهر أنه بده يرجع إلى وراء الكواليس وبسرعة. أما السودان غير واضح إذا هم بدهم يتمسكوا بالحكومة ولا ينسحبوا من وراء الكواليس، غير واضح.
في كمان إشي لازم نحنا ننزغه. هذا موضوع الإخوان المسلمين. يعني هذا إشي واضح تماما بموضوع ليبيا. خليفة حفتر هجم طرابلس بسبب الإخوان المسلمين. والحديث عن وجود جماعات إرهابية هذا الدافع كان. بالدعم مصر وسعودية. اوكي هذا شيء بعد سياسي اوكي ما إلو اي سيلا بناس في الشوارع اوكي بالنسبه للسودان كمان الانصر الاخوان جي في السودان ليس قوي ومن هون نعم من هون غير واضح اذا الجيش بده يرجع للجبهه الكواليس ولا ما بده يرجع. دكتور بنحاس عنبار الباحث المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر موصول لك دكتور إياد المجالي الباحث في الشؤون العربية كنت معي عبر خدمة سكايب من الأردن. وفي المدار البرلماني كرر نائب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب يهودوت هتاورا المتدين أن حزبه لا يشارك في الحكومة إن تم تشريع قانون تجنيد الحريديم بنصه الحالي. ويمكن أن يشكل قانون تجنيد الحريديم الذي يصر عليها فيكتور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتينو عقبة أمام تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة والذي ترفضه الأحزاب المتدينة بالصيغة التي يطالب بها ليبرمان. هذا وكلف الرئيس الإسرائيلي روفان ريفلين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة وسلم ريفلين نتنياهو كتابا رسميا خلال اجتماع الرجلان في مقر الرئيس الإسرائيلي. هذا وأعلن الوزير ياريف لافين أنه سيرأس طاقم مفاوضات الليكود لتركيب الحكومة الجديدة لكنه أعلن أن الانطلاق الرسمي للمفاوضات الائتلافية سيتأجل بطلب من رئيس الحكومة. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو زميل إعلامي وصحفي عمر ربيع. عمر مرحبا بك معنا في نهاية المطاف وبعد توصيات أكثر من 65 مقعد أو ربما حزب. الرئيس الإسرائيلي كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة ولكن هناك متطلبات لبعض الأحزاب ومنها الصغيرة بأحقبة لربما وزارية تتعلق منها بالصحة منها بالتعليم منها بالحقائب الأخرى أيضا. صحيح عندما كلف الرئيس الإسرائيلي نتنياهو بتشكيل الحكومة سيخرج نتنياهو لمدة 28 يوما قابلة للتمديد لأسبوعين فقط. هذه هي المهلة التي يعني يمنح نتنياهو لتشكيل الحكومة. وبحال فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة في هذه المولة فإن ريفلين يضطر لتكليف عضو كنيسة آخر بتشكيل هذه الحكومة. نتنياهو في ورطة أعتقد لأنه يعني سيكون عليه التوفيق بين المطالب المتضاربة بين حلفائه من المتدينين والعلمانيين. يعني قانون التجنيد حسب رأي مهند كما ذكرت في المقدمة سيكون على أبرز يعني الخلافات التي ستواجه نتنياهو بشكل عام. يعني قضية علاقة الدين والدولة في إسرائيل وهي ليست يعني علاقة جديدة يمكن القول هي علاقة يعني أو هي قضية شغلت الرأي العام والحكومات الإسرائيلية كانت تواجه هذه المشكلة منذ قيامها وحتى اليوم. ما أريد أن أشير إليه مهند هو أن نتنياهو هذه هي الحكومة الخامسة له وهو تجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول ومؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون في هذا المنصب. وأيضا هناك يعني العديد من القوانين التي ستطرح في الحكومة في الكنيسة المقبلة والتي لن تكون سهلة يعني على الإطلاق لنتنياهو. قانون التجنيد هناك خلاف ما بين الأحزاب المتدينة وما بين ما يريدها فيكتور ليبرمان من إسرائيل بيتينو والذي استطاع أن يعبر نسبة الحسم في نهاية المطاف في هذه الانتخابات. أيضا في الجهة المقابلة اتحاد أحزاب اليمين هناك مطالبات بأن يكون هناك حقائب وزارية مهمة ولكن الأنباء تتحدث أنها ستتجه للليكود في نهاية المطاف. صحيح أحزاب اليمين هو يعتبر من نفس التيار تقريبا الذي ينتمي إليه حزب هيمينها 11 الذي يعني فشل بتخطي نسبة الحسم ودخول الكنيسة. وبالتالي فإن اتحاد أحزاب اليمين يرى نفسه امتدادا لحزب يمين 11 وبالتالي فإنه يريد أن يخلفه في هذه الحقائب التي ذكرت. ولكن هناك عدة يعني أوجه تريد هذه الحقائب للليكود. ما أريد أن أتطرق إليه أيضا أن يعني اتفق على أن نتنياهو سيمنح كل حزب لديه مقعدين ونصف
يساوي حقيبتين وزاريتين، وبالتالي فإن يعني ائتلافه المكون من 65 عضو كنيسة، فإن الحكومة المقبلة ستكون بتركيبة 26 وزيرا فقط. إسرائيل كاتس وهو القطب الليكودي سيحتفظ على ما يبدو بوزارة الخارجية، وسيترك وزارة المواصلات التي يعني احتفظ بها لمدة عقدين من الزمن على ما يبدو لإحدى أقطاب حزب الليكود، إما جلعاد إردان أو جدعون سعر. اقتضاب عمر ماذا عن أيلت شاكيد؟ في نهاية المطاف كما ذكرت حزبها يمين 11 لم ينجح في مرور نسبة الحسم. هي من أبرز الوجوه السياسية في إسرائيل، وخصوصا على نطاق النساء، هي التي قادت مهند لسنوات أو يعني عدة تغييرات جذرية في وزارة القضاء الإسرائيلية. فاجأت الجميع يوم أمس يوم الأربعاء عندما قالت أنها ستخرج في إجازة، أي أنها ستعتزل العمل السياسي. هي لم تحدد المهلة أو الفترة التي ستكون بها في إجازة. طبعا هناك أصوات عديدة من حزب الليكود الحاكم، الحزب الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، طالبوا بأن يضموا أيلت شاكيد إلى صفوف الحزب ومن ثم يوزروها، ولكن أيلت شاكيد في إعلانها أنها ستخرج في إجازة أو إلى إجازة هي قضت على كل هذه الحظوظ بأنه يمكن أن توزر من قبل حزب الليكود. عمر ربيع الزميل الإعلامي والصحفي، شكرا جزيلا لك على نقل المدار البرلماني لهذا الأسبوع. وفي المدار الثقافي، ماركوس المحب لإسرائيل يموت في سبيلها ولم يجد من يترحم على قبره أو يلقى زهرة ذابلة في ذكراه. 53 عاما على إنتاج فيلم في ظل العمالقة، هل ستقابل صفقة القرن في إسرائيل كما قوبل الفيلم الذي برز فيه نجمه فرانك سيناترا وجون وين؟ على الرغم من الإنتاج الضخم والميزانية الكبيرة التي رصدت للفيلم، إلا أنه قوبل بازدراء كبير وقوبل برفض شديد من قبل الجمهور الإسرائيلي، مع أن الفيلم تبنى بالكامل الرواية العبرية دون اعتبار لأي رد عربي أو فلسطيني. كايد أبو الطيف الزميل الإعلامي والصحفي ينضم إلينا كالعادة في المدار الثقافي. كايد مرحبا بك معنا، عن ماذا يتحدث هذا الفيلم 53 عاما على ذكره في ظل العمالقة؟ صحيح، يعني فيلم في ظل العمالقة، استوديو أكبر استوديوهات هوليوود في حينه استوديو MGM رصد الميزانيات الكبيرة من أجل إخراج هذا الفيلم إلى النور. الفيلم الذي أتى بالرواية الإسرائيلية وتبناها بشكل كامل، وأتى بالأسماء العمالقة الكبار في حينه، فرانك سيناترا من الجانب الأول، من الجانب الثاني جون وين، ونحن نعرف أن جون وين لم يظرف في أي فيلم هوليوودي دمعة واحدة، إلا أنه ذرف الكثير من الدموع في هذا الفيلم من أجل تطوير وتعزيز الرواية الإسرائيلية، خاصة يعني نحن نتحدث عن السنوات الأولى لإسرائيل. إسرائيل تحمل في ثناياها كل المقومات للدولة الفاشلة، الدولة التي تحتاج إلى المساعدات إما من روسيا وإما من الولايات المتحدة وإما من أوروبا. فأتى هذا المخرج الأمريكي اليهودي الذي قال يجب علينا إخراج إلى النور، إلى العالم، يهودي جديد، يهودي قوي، الذي لا يعني ينتظر كل المساعدات من الخارج. نحن نريد يهوديا قويا يقاوم ذاته بذاته، يقاوم كل الأعداء من حوله. الفيلم سنة قبل، يعني سنة إخراج الفيلم في العام 66 هو سنة واحدة قبل إخراج من حرب 67، وقال في الفيلم يجب على إسرائيل أن يعني لا تنتظر أن يأتوا العرب
وهنا تصوير جدا يعني هو أول من باشر بتمثيل العربي من خلال السينما الهوليوودية العربي الذي ينتظر كل الوقت إلى نعائم الحياة، يأتي بالراقصات الماجنات والمأكولات، وصور العرب أنه حتى إسرائيل إذا باشرت في معركة من أجل القبض على مدينة القدس فلن تكون هناك أي مقاومة من قبل. ما كان سيجري في هذه يعني الحق. هذه النبوءة الأولى. يعني الفيلم لم يقابل في إسرائيل بحب شديد، يعني في السنوات الأولى قاموا بعرضه عدة مرات، ومن ثم يعني الجمهور الإسرائيلي كان ساخطا عليه لأنه في لأول مرة للعالم كله صور يهوديا ضعيفا، واليهود لم يريدوا أن يكون هذه الصورة التي يريد بها أن يكشف وجهه للعالم. نعم، إذا كايد سنعود إلى هذه النقطة حول عدم قبول جمهور الإسرائيلي ذلك، ولكن دعنا نشاهد مقطع من الفيلم ونعود للنقاش. United States of America is proud to be the first nation to recognize the new state of Israel and welcome to Israel. إذن كانت شاهدنا هذه المشاهد، على الرغم من تبنيها الرواية العبرية إلا أنه قوبل كما ذكرنا بالرفض نوعا ما من قبل الجمهور الإسرائيلي، لماذا؟ صحيح، يعني من الجانب أول هناك رفض شديد من قبل الجمهور الإسرائيلي الذي قال نحن نريد إسرائيليا قويا ليس كالإسرائيلي الذي يضرب الدموع كل الوقت. ومن الناحية الثانية يعني يجب علينا أن ننظر على الفيلم عندما تم تصويره، يعني الولايات المتحدة كانت يعني حتى أخمص أذنيها في حرب فيتنام، كل الشعب خرج في الولايات المتحدة يقول كفى لحرب فيتنام، نحن لا نريد الحروب التي فيها يوجد فقط خسارات. وفي خضم هذه المشاكل التي واجهها الداخل الأمريكي وواجهتها الإدارة الأمريكية خرج إلينا فيلم الذي يتحدث يعني out of the blue، يتحدث عن إسرائيل، يتحدث عن الدعم الإسرائيلي، الدعم الأمريكي لإسرائيل، وكأنه يعني يخرج كل سياقات المشاكل الداخلية للولايات المتحدة ويتحدث هنا فيها على إسرائيل. إسرائيل التي كل الوقت تريد وبحاجة إلى المساعدات ولا الدعم الخارجي، وليس فقط إلى الدعم من قبل الجمهور. وهذا بالفعل عندما ننظر إلى هذا الفيلم ونتحدث يعني ننظر في الجانب المقابل إلى صفقة القرن وكل الأصوات التي خرجت الآن قبل أن يتم نشرها أن هناك سيكون رفضا إسرائيليا لكل ما يخرج فيه، فنشاهد أن يعني ما كان في الفيلم وما يوجد في الواقع هو امتزاج كبير بينهما. نعم، والتاريخ أيضا. السيد كايد أبو طيف الزميل الإعلامي والصحفي هنا في 24 نيوز، شكرا جزيلا على نقل المدار الثقافي لهذا الأسبوع. العفو. أما في شخصية الأسبوع في عقاب التحركات التي قام بها الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس، نسلط الضوء على ما توصف بأنها أقوى شخصية ليبية، وعسكري ليبي كان رفيق العقيد السابق معمر القذافي في الانقلاب على النظام الملكي الليبي عام 69، وكان قائدا في الحرب على تشاد فأسر هناك، ثم أعلن من سجنه انشقاقه عن نظام القذافي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وشارك أيضا في العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي، وتولى لمدة وجيزة قيادة جيش التحرير الذي أسسه الثوار المشير خليفة حفتر في شخصية الأسبوع.
كالعادة انضم لنا الزميل الإعلامي والصحفي فائد 24 نيوز محمد صياد. محمد مرحبا بك معنا. المشير خليفة حفتر في نهاية المطاف المدعوم من قبل أطراف عربية وأخرى دولية في معركة طرابلس في ليبيا، مستمرة هي الأزمة الليبية. كي نفهم شخصية خليفة حفتر يجب أن نعرف بأن ليبيا منقسمة منذ العام 2015 بين حفتر وبين فؤاد السراج، أو بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين قوات حفتر في الشرق وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في الغرب، وبالتالي هناك نزاع منذ ذلك منذ عام 2015، هو نزاع منذ عام 2011 لكن تطور منذ عام 2015. المشير خليفة حفتر هو من مواليد 43، هو من الوجوه البارزة منذ أيام القذافي العقيد معمر القذافي، هو كان شريك لمعمر القذافي في إسقاط ملك ليبيا أنذاك السنوسي، وبالتالي بعد عام 69 استمر مع معمر القذافي إلى أن وصلت إلى الثمانينيات. في ثمانينيات القرن الماضي كان دخل في الحرب ضد تشاد مع معمر القذافي، ولكن معمر القذافي تخلى عنه، يعني الروايات تقول بأن معمر القذافي تخلى عنه عندما أسر مع 300 جندي، وبالتالي هو انقلب منذ ذلك الحين على القذافي، ذهب إلى المنفى إلى الولايات المتحدة، عاش في الولايات المتحدة. عام 2011 شعر بأن الفرصة سنحت له للعودة بعد الإطاحة بمعمر القذافي. قبل الإطاحة بمعمر القذافي كان شخصية بارزة سياسية وعسكرية أيضا، من الشخصيات التي ربما كانت من أشد المعارضين لمعمر القذافي في الولايات المتحدة. هناك بعض التقارير التي تتحدث بأن هناك علاقة بينه وبين المخابرات الأمريكية، لكن لا شيء مؤكد. أيضا منذ عام 2011 ربما شعر بأن الفرصة سنحت له، عاد إلى ليبيا، ترأس الجيش الليبي، لكن حصلت هناك أيضا نزاع، عاد إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، كان هناك بعض أو أصيب بمرض ذهب للعلاج إلى فرنسا، عاد عام 2014 ربما مرة أخرى شعر بأن الفرصة هي أقوى كانت عام 2014، شن أو أطلق حملة اسمها حملة الكرامة، هي حملة عسكرية من بنغازي باتجاه الغرب، وبالتالي منذ ذلك الحين وهو يحاول، هو دعنا نقول هو مدعوم إماراتيا سعوديا، ويعتبر شخصية الأقوى في ليبيا محمد. وأيضا هناك قوى إقليمية تتحدث عن دعمه في نهاية المطاف، السعودية، مصر، وأيضا الإمارات يدعمونه، وأيضا قوى كالولايات المتحدة الأمريكية تدعمه ضد حكومة الوفاق الليبية، على الرغم من أن لديها تأييد في المجتمع الدولي. في ليبيا نزاع جيوسياسي، هو كالعديد من منذ عام 2011 هناك الكثير من القوى التي وضعت يدها في سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي الجزائر وفي الكثير من الدول، ربما في ليبيا كانت الأكثر من ضمن هذه الدول هي الإمارات والسعودية اللتان تدعمان حفتر، وأيضا مصر التي زودته أيضا في السلاح. الإمارات والسعودية دعمتا حفتر في السلاح مقابل السراج، وهو المنتمي أو ربما المتحالف مع الإسلاميين، وبالتالي هو يأخذ قوته لدى الغرب من أنه يقوم ب أو يحاول محاربة المتشددين. محمد صياد شكرا جزيلا لك على نقل شخصية الأسبوع. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم مدار الأسبوع، نلقاكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل بإذن الله.